وموضوع الفيديو بتاع النهاردة برضو هيكون على طلبكو وانتم تفاعلتوا معاه فخلتوني ان انا اشرح لكم موضوع النهاردة. ناس كتير كلموا معايا عايزين يعرفوا ازاي تشحن البوت الباس مجانا مرة واحدة بس في الحساب بتاعك، فانا جربت الموضوع ده شخصيا اخواتي. فالنهاردة اخواتي موضوع الفيديو بتاعنا هيكون عن شرح البوت الباس مجانا لمدة 7 ايام. فالنهاردة اخواتي انا هقول لكم ازاي تقدروا تشحنوه بالطريقة اللي انا هقول لكم عليها خطوة بخطوة. فاخواتي خليكم تابعين معايا الفيديو عشان تقدروا تستفيدوا بكل معلومة بقولها ومفيش حاجة تفوتكم. هتيجي فوق مكتوب بريميوم باس اكسكلوزيف اكسس تو بريميوم ريوردز اون ذا بوت الباس. تعالوا بقى نشوف نقدر نشحنها ازاي. هندوس سبسكرايب ناو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اساطير؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبافضل صحة وحال دايما ان شاء الله. ورجعت لكم تاني بفيديو جديد في لعبة زوبا. وزي ما انا معودكم دايما اخواتي بجيلكم بكل حصري، النهاردة موضوع الفيديو هيكون مختلف تماما عن بقية الفيديوهات اللي انا شرحتها قبل كده. وموضوع الفيديو بتاع النهاردة برضو هيكون على طلبكم وانتم تفاعلتوا معاه فخلتوني ان انا اشرح لكم موضوع النهاردة. فقبل ما نبدأ اخواتي ما تنسوش لايك على الفيديو عشان نوصل لاكتر عدد من المشاهدين، اشترك في القناة لو انت لسه ما اشتركتش، وما تنساش تفعل زر الجرس عشان يجيلك اشعار بكل فيديو جديد بنزله في القناة أول بأول. يا أسطورة زي أخوك. إخواتي عيب عيب لما كل حد النهاردة لسه بتتفرج على أبو الكوارم ولحد النهاردة لسه ما اشتركتش في قناته، الحق اشترك، اعمل لايك أخويا، وما تنساش تفعل زر الجرس. ويلا بينا نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وتعالوا نشوف إيه هو موضوع الفيديو إخواتي. ناس كتير كلموا معايا عايزين يعرفوا إزاي تشحن البوت الباس مجانا مرة واحدة بس في الحساب بتاعك. فأنا جربت الموضوع ده شخصيا إخواتي في أول ما بدأت القناة وعملت عنه فيديو، بس يمكن يكون محدش خبله بيه. أنا عفرت كتير وحاولت كتير، ولما وصلت الحل حاولت إن أنا تكون المعلومة متاحة عندي عشان خاطر لما يجي حد يسألني عنها أقدر أجاوبه عليها. ففي ناس كانت بتقولي ازاي كارم انت شحنت البوت الباس قبل كده مرة واحدة فري. فالنهاردة يا اخواتي موضوع الفيديو بتاعنا هيكون عن شرح البوت الباس مجانا لمدة 7 ايام. بمعنى اصح هي بتكون زي فترة تجريبية عشان تقدر ان انت تشوف المكافآت وتشوف وضع البوت الباس. لو حسيت ان هو ممتاز بالنسبة لك بتقدر ان انت بعد كده تشحنه بفلوس. اللعبة بمعنى اصح زي ما تكون منزلها لشركة ابل، انا ده اللي انا شفته منزله لها ان هي تقدر تشحنه 7 ايام مجانا زي فترة تجريبية. فالنهاردة اخواتي انا هقول لكم ازاي تقدروا تشحنوه بالطريقة اللي انا هقول لكم عليها خطوة بخطوة. فاخواتي خليكم تابعين معايا الفيديو عشان تقدروا تستفيدوا بكل معلومة بقولها ومفيش حاجة تفوتكم. واللي هيوصل معايا لاخر الفيديو يقول لي في الكومنتات هو فهم ولا ما فهمش، ولو حد وقف معاه حاجة هقدر ان انا اتابعكم في الكومنتات زي كل فيديو ان شاء الله هرد عليكم اول باول. فخلونا نبدأ اخواتي ويلا بينا. زي ما احنا شايفين اساطير اول ما بنيجي نفتح البوت الباس بتظهر معاك كده، في حاجه اسمها فوق على الشمال البريميوم باس وفي حاجه اسمها الفري باس. الفري باس دي اللي هي الجوائز العاديه اللي اي حد يقدر ياخدها ويحصل عليها بمجرد ما يوصل للنقط بتاعتها لو مش شاحن البوت الباس. ولو شاحن بتقدر ان انت تاخد مسار المكافآت اللي فوق اللي هو البريميوم باس، بتاخد سكن في اول حاجه خالص سكن عادي، وفي الطاير الثامن بتاخد ايموشن. انا بقول لكم على المكافآت اللي هي ممكن تكون قويه. في الطاير الـ16 بتاخد صندوق ايميرلد، وفي الـ23 بتاخد صندوق ايميرلد، وفي الـ30 بتاخد صندوق بلاك كريت، 33 بتاخد صندوق ايميرلد، الـ35 بتاخد صندوق ليجندري، وفي الـ40 بتاخد سكن حصري او سكن مميز بمعنى اصح. هنيجي دلوقتي نعرف ازاي نشحن البوت الباس. بص اخواتي هنيجي عند بريميوم باس اللي على الشمال، ايه في حاجه اسمها اكتيفيت،
لو دوست عليها بص بيجيب لك ايه؟ بريميوم باس. هي دي النقطة اللي احنا عايزينها. ممكن برضو ندخل لها منين؟ هنيجي هنا على اليمين هتلاقي اهو طاير 30 الريورد بلاك كريت اكتيفيت بريميوم باس وانلوك تايرز. لو دوست على الانلوك تايرز ديت دي بيفتح لك الجوائز بتاعت الطيارات اللي قدام او بتاعت المهمات اللي قدام. يعني انا واقف عند طاير 9 بص هنا كده لما اجي ادوس عليها هيجي يجيب لك ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ده اللي انا واقف عنده. هيفتح لك من اول العشر جواهر. كل لما تزود طاير كل لما تزود جايزة، كل لما تزود طاير كل لما تزود جايزة لحد ما يجي معاك لعشر طيارات وهيقف على كده. هيوصل معاك ان انت تفتحهم ب9152 جوهرة وده حرام جدا 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 وما انصحش اي حد من اخواتي ان هو يعملها خالص خالص حرفيا حرام عليكو الجواهر اللي انتوا هتصرفوها هنا على الفاضي. نشحنها بقى ازاي؟ بص يا باشا تيجي برضو تقدر تفتحها من هنا ايه اكتيفيت بريميوم باس هيجيب لك نفس القصة اللي احنا عايزين نشحنها تمام؟ او ممكن ان انت تيجي على الميشنز اللي هي المهمات هتيجي اول واحدة تلاقي لوجن وانس اللي هي مرة واحدة خلال يوم هتيجي برضو جنبيها هتلاقي مكتوب اكتيفيت بريميوم باس. لو دوست عليها بقى باشا تعالى هنا هي دي النقطة بقى المفيدة اللي احنا عايزين نوصل لها قلب اخوك. تعالى باشا بص هقول لكم التفاصيل بتاعتها وبعد كده نشوف هتتشحن ازاي. هتيجي فوق مكتوب بريميوم باس اكسكلوزيف اكسس تو بريميوم ريوردز اون ذا بوتل باس. هنا بيقول لك ايه تقدر ان انت تاخد المكافآت الحصرية بتاعت البريميوم مكافآت البريميوم بمعنى اصح. البريميوم ده يا اخواتي زي حاجة مميزة بيميزوك بمعنى صح عشان انت دافع فلوس فبيدوك مكافآت اعلى من الناس اللي مش دافعة. بيعرفك ان في سكن عادي وفي صندوق بلاك كريت وفي سكن شخصية ادنا دول المتاحين في السيزون ده. هنا اول حاجة بيقول لك ايه جولدن نايك نيم ان الاسم بتاعك بيكون باللون الذهبي. وتاني حاجة بيقول لك كويك ريتس تقلق اوتوماتيكالي بيقول لك ان انت تقدر لو انت بتفتح صندوق في الوضع الحالي تقدر ان انت تحط صندوق تاني على الاستعداد ان هو يتفتح تلقائي بعد ما الصندوق الاولاني اللي انت فتحه حاليا يتفتح تمام كده. وهنا بيقول لك مور تايم فور يو تو كومبليت اول يور ديلي ميشنز. هنا بيقول لك ان بيكون لك وقت زياده عشان تخلص المهمات بتاعتك بتاعت البوتل باس زي بمعنى اصح بايه بيسيبوا لك فتره معينه زياده عشان تقدر ان انت تاخد النقط بتاعت المهمات اليوميه. ورابع حاجه بيقول لك جيت ان اكسترا ديلي ميشنز وورس 100 بوينتس بير دي. هنا بيقول لك تقدر ان انت تاخد مهمه زياده بتديك 100 نقطه كل يوم تمام. وخامس حاجه معانا بيقول لك كاستم ستيكرز ويز اكراون بيقول لك ان في ستيكرات بتاخدها عن بعض التجان. وسادس حاجه معانا بيقول لك سبيشال ديسكاونت اون كريتس بتلاقي خصومات حصريه او خصومات مميزه على الصناديق. يعني بمعنى اصح بينزل لك عروض في المتجر على الصناديق بتكون بخصم مميز ليك انت بس. وسابع حاجه والاخيره معانا بيقول لك وان فري ميشن ريبليسمنت افري داي تقدر ان انت تغير مهمه من المهمات اليوميه خلال 24 ساعه كل يوم تمام كده اخواتي. دي الحاجات اللي انت بتاخدها من البريميوم باس الزياده عن الناس العاديين اللي ما بيدفعوش فلوس. تعالوا بقى هنا بيقول لك ستارت يور 7 داي فري تريل بمعنى ان بيقول لك تقدر ان انت تبدا لمده 7 ايام فتره تجريبيه. خلينا فاهمين النقطه دي كويس عشان هنرجع لها تاني. هنا بيقول لك زن انا عشان في مصر هم حاطين لي السعر بالعمله المصريه حاطين لي ب 170 جنيه مصري في خلال اسبوع واحد وكانسل اني تايم بمعنى صح ان انا اقدر اكنسلها او الغيها في اي وقت. هتلاقوا مكان ال 169 جنيه فاصلة 99 قرش دول هيتحولوا بناء على الدولة اللي انت عايش فيها. يعني انا عشان في مصر قلتلكوا هم مكتوبين بالجنيه المصري. لو واحد في السعودية هتلاقيها مكتوبة بالريال السعودي. لو واحد في الامارات هتختلف. لو واحد في الدنمارك هتختلف. لو واحد في امريكا هتختلف. لو واحد في كوريا هتختلف على حسب الدولة اللي انت عايش فيها. تمام كده؟ تعالوا بقى نشوف نقدر نشحنها ازاي. هندوس سبسكرايب ناو. بص يا باشا جالك هنا ايه
اهو هنا انا فتحت لي بالطريقه دي، بيقول لي اضغط مرتين للاشتراك، ان انا لو دوست مرتين على زر القفل هتتفتح لي، بس انا عشان شاحنها مش ظاهر لي النقطه اللي انا عايز اوريها لكم، اللي هي هتلاقي مكتوب فوق 169 جنيه فاصله 99 قرش جنيه مصري كل اسبوع، هتلاقي فوقيها كده ليك لو انت ما شحنتهاش قبل كده 7 ايام فتره تجريبيه، بمجرد ما تدوس كليكتين على زر القفل او تعمل تاكيد على الشراء هيجيب لك يا باشا تم اهو، بص هيجيب لنا كانسل او لم يتم او تحديث طريقه الدفع، يجب تحديث طريقه الدفع الخاصه بك قبل ان تتمكن من اجراءات عمليه شراء. انا عشان اشتريتها زي ما قلت لكم فمش هقدر ان انا اشتريها تاني، ايرور ويز بيرتشيز. فلما انت تيجي يا باشا تدوس تاكيد ويتم عمليه التاكيد، لو انت مش حاطط طريقه الدفع او مش حاطط بيانات عن الشخصية بتاعتك او مش حاطط اي معلومات عامة عنك، مش هتقدر ان انت تحصلها. في بقى طريقة انا هقول لكم عليها تقدروا ان انتوا بيها تشحنوا عن المعلومات ديت، او تقدروا ان انتوا تجيبوا معلومات فيك بمعنى اصح، وتخش تحطوها في طرق الدفع بتاعتكو، وبمجرد ما انت تشحنها 7 ايام مجانا خلاص يا باشا هترجع تاني زي ما كانت معاك، وهي هتتلغي تلقائي عشان هيبعت لك رساله تاكيد ان انت عايز تجدد معهم اسبوع تاني ولا لا، فانت هتقوم داخل في طرق الدفع لاغي عمليه الشراء ديت عشان تتوقف. تمام كده؟ عشان تجيب طريقه دفع بقى او طرق دفع فيك، هتخش يا باشا على اليوتيوب هنكتب كيفيه اضافه طريقه دفع في الايفون، هتلاقي كذا حد شارح فيديوهات عن الكلام ده، بيجيب لك خطوات تقدر ان انت تعملها زيه بالظبط بالظبط بالظبط، مش هتقل حاجة ولا هتزيد حاجة. هيجي يطلب منك اسمك واسم العائلة وعنوانك وبلدك ورقم التليفون والبوست كود، وبمجرد ما تخلص البيانات بتاعتك هتيجي تعمل نفس الخطوة سبسكرايب ناو، هتيجي بمجرد ما تدوس تأكيد حب اقولك ان هيكون مبروك عليك البوت الباس لمدة 7 ايام. فانا كده يا اخواتي اخصت لكم الطريقة وشرحتها لكم بالتفصيل، وكده يكون الموضوع بالنسبة لي خلص، وربنا شاهد ان انا ما قصرتش معاكم في حاجة، وكل اللي انا قلته لكم ده اللي عملته بالنص، والله ربنا اللي يعلم. انا دايما بحب افككم بكل شيء عشان ما ينفعش يكون ربنا من عليا بمعلومة ابخل بيها على اخواتي، زي ما بحب الخير لنفسي لازم احب الخير لاخواتي، وربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه، حب لاخيك ما تحبه لنفسك. فانا بحب لكم كل اللي انا حبه لنفسي، عشان ربنا اللي يعلم هرجع اقول لكم تاني انا بحبكم في الله، فما ينفعش ان انا اقصر معاكم في معلومه تكون عندي. طب كده اخواتي نكون وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنسوش اساطير لو الفيديو عجبكم لايك على الفيديو عشان يوصل لاكتر عدد من المشاهدين، عايزين نفجر الفيديو ده لايكات اخواتي، عايزين يوصل لاكتر عدد من الناس عشان كل واحد يستفيد بالمعلومه دي، واشتركوا في القناه لو انتوا لسه ما اشتركتوش، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا اشعار بكل فيديو جديد بنزله اول باول يا اساطير، وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله. وما ننساش نصلي على الحبيب عشان قلبنا يطيب، عليه افضل الصلاه والسلام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا أساطير.